كأنك تثق في نفسك ويكون في علمك. هنود نظرة وصعب تعيد اللقطة. هناخد مع بعض ريسك ولو لمرة. نجوم في السماء لما تعرفهم، بس المرة دي بشكل جديد هتشوفهم. اللي خايف واللي قافش واللي شايف انه هرش فبلاش اللي يجازف، والباقي بقى انت عارف. نجوم في السماء، نجوم في السماء، مفيش للخوف مكان واستماع. نجوم في السماء، نجوم في السماء، هتشوف اللي ما شفتوش عندنا. نجوم في السماء. الوزير اشرف صبحي، اهلا بيك معانا في نجوم السماء ومنورنا. مستعد لمغنيتنا النهارده؟ اكيد مستعدين. مستعد يا مصطفى؟ ان شاء الله. مستعد يا ياسمين؟ هي كانت عايزه تعمل ده اكتر من مره وانا اقول لها طب بعدين طب بعدين لغايه لما جبتهم معايا بقى. عملتوا مغامرات قبل كده انتوا الثلاثه مع بعض؟ لا يعني غطس احيانا، سنوركلينج. سنوركلينج بس ده اقصى حاجه عملناها فعلا. سنوركلينج بس. طب سيادة الوزير، حضرتك أول ما قررت النهاردة تجيب ولادك معاك ويعملوا المغامرة دي، ده تشجيع للشباب ولا كنت عايز تبين للناس إيه وأنت ولادك معاك النهاردة بيعملوا حاجة حلوة زي دي؟ تشجيع على الموضوع عشان يعني الموضوع ده يكون في مصر منتشر، و يعني مصر فيها مشاريع ومشاريع بتظهر كتيرة جدا. أعتقد سكاي دايفين كمان واحدة من المشاريع دي، وإن يعني كمسؤولين نبقى نموذج ونشجع. بيني وبينكم كده من غير معالي الوزير ما يسمعنا، اخر مغامره عملتها من غير ما باباك يعرف عنها حاجه؟ مغامره؟ حاجه في المداري كده. لا مفيش والله. متاكد؟ لا لا لا، رايح حته اصلا، لو رايح حته اخاف حاجه تحصل، ضميري هيأنبني عشان لو حاجه حصلت هضطر اكلم حد فيهم، فليه ريسك الموضوع؟ اكلم اقول من الاول انا رايح اعمل كذا وخلاص بقى. برافو والله، ونعم التربيه مع الوزير. ياسمين برضو نفس السؤال، نفس الحاجه برضو، يعني مش بحس ان محتاجه اخبي حاجه، يعني بقول هي مامتهم كمان ليها دور كبير. يعني من ياسمين اتولدت وانا بدرس في كندا يعني، وعشت شويه كده في طفولتها، وكانوا معايا وانا بشتغل يعني بره مصر، فيعني هو المناخ نفسه كده يعني، نتكلم ومامتهم كانت بتكلم معاهم كتير يعني. يعني انا وقتي دايما من زمان يعني بشتغل كتير، فالحوار والصداقه موجوده يعني في البيت يعني. طيب احنا مع الوزير خلصنا اسئلتنا دلوقتي، بس شايفين روح المغامر لسه قدامنا على الحسابات كده، ما طلعتش الكام في المية عشان مش هتظهر الا هناك. اول ما احنا لازم تاخد تاشيره المغامر انت والاولاد عشان تطلعوا الطياره، فعشان تاخدوها لازم نتاكد من ثباتكم الانفعالي، عشان نتاكد في ار تيست ده من خلاله هنشوف قد ايه انتوا تقدروا تعملوا مغامره النهارده. حلو، جاهزين الفي ار تيست؟ يلا بينا مع الوزير. يلا بينا ياسمين، يلا بينا على الفي ار تيست. انا حاسس ان هو على وشي كمان. لو زقتك كده هيحصل حاجه، هتقع. امسكك يعني لو هتقع. حاسس ان انا هخبط في حاجه. مفيش اي اكشن معانا، مغامر صامت ما بيعبرش عن اي انفعالات. خلصت خلاص. برافو ياسمين. في جبل مشهور جدا في مصر موجود في سيناء، اسمه جبل ايه؟ جبل سانت كاترين. الله، يلا ندوس. جوه الدايره ياسمين، جوه الدايره. برافو، ما دخلتش فيه. يا لهوي، هي اصلا بتدوخ. هتخاف على مين اكتر في الجو يا معالي الوزير، مصطفى ولا ياسمين؟ طب بيني وبينك يعني مش هقول لهم، يعني بخاف على نفسي. ما عندناش جوه الدايره. الدايره اللي عند الحجر ده. ايوه كنت مفكر عن ثالث واحد. هي دي اللي صعبه. ثالث واحده؟ لوكس تاكس الثانيه بوبي دم. شكرا شكرا. بعد الفي ار تيست اثبتوا انكم عائله مغامره جدا بنسبه 90%، وده بيديكوا لقب مغامر مش سهل خالص، وجاهزين للطياره. بس قبل ما نطلع مع الوزير للطياره هنسجل فويس نوت، احنا مش هنسمعها الا بعد ما تخلصوا مغامرتنا ان شاء الله. طلع الموبايل وسجلوا فويس نوت الثلاثه. انا طبعا نجوم السماء، نجوم السماء.
خلاص طالعين اهو هنطير، هنشوف مصر من فوق، واكيد سكاي دايف حاجه في مصر جديده. احنا برضو هدفنا الرياضه ونشوف مصر اكتر. يلا يا شباب. طيب معالي الوزير، دلوقتي طيران يعني موت فصلان، حضرتك دايما بتستخدم موبايل، سهل ان الوزير يستغنى عن الموبايل؟ لا انا بستغنى عنه طول اليوم عشان اشتغل، لكن الصبح وبالليل ممكن ارجع ليه. يعني ياسمين بتقدر تستغني عن الموبايل؟ لا خالص. طب ليه معظم رسائل معالي الوزير فويس نوتس ولا بتبقى شات؟ انا ما بيني انا بوب يعني. أيوة. لا تشات علشان اتاكد انه بيشوفها بس كده. طب ايه بيبعت لك استيكرات؟ انا ببعت له دايما. ورايك ايه في الاستيكرات اللي بتبعتها ياسمين معالي الوزير؟ ما اعرفش بجيبها منين. اكتر استيكر غريب كان ايه بعته لك وكان رد عليا؟ يعني فنانين بيتاملوا بمنظر معين، حاجات غريبه كده، فيعني بس بحب ده عشان في النص كده بضحك. احنا جاهزين دلوقتي عشان نعمل المغامره وسكاي دايفنج. يلا على الطياره. يلا على الطياره. يلا متذكرين. بلدي جميلة، مبسوط جدا، يعني حاجة أنا أول مرة أعملها صراحة. إحنا في مصر عندنا رياضة القفز بالمظلات، أنا أول مرة أعمل سكاي دايف، مبسوط جدا. إحنا فوق العاصمة الإدارية بتاعت مصر، عاصمة المستقبل. شكرا يا فخامة الرئيس، يعني حاجة مهمة جدا وكبيرة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هسألك سؤال سريع. سألك. لما بتحب تظبط مودك تسمع أغنية إيه؟ أم كلثوم. أوكي. في أكتر من أغنية ليها يعني، بس بحب أسمع أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وسيلين ديون وتاني فرانك سناترا. نجوم السماء، نجوم السماء. Thank you.
يا اهلا يا اهلا معالي الوزير، حمد لله على السلامه. عايز اسال حضرتك احساسك ايه او اخبارك ايه بعد المغامره اللي حضرتك عملتها؟ مبسوط جدا وفرحان بالمغامره، لان ما كنتش اتخيل ان انا افكر اعملها في الحياه، ما كانتش في دماغي. لكن ياسمين كانت يعني بتزن عليا بقالها فتره، فالنهارده كان في جزء اجتماعي لينا احنا الثلاثه يعني، وانا حابب ده قوي. الجانب الاخر مغامره كويسه واحساس لغايه دلوقتي يعني، انا لسه بسترجع هذا الاحساس لغايه دلوقتي يعني. ياسمين كان نفسك تجربيها من زمان، احساسك ايه بقى دلوقتي؟ مبسوطه مش مصدقه اصلا يعني، عماله احاول افكر هو احنا بجد عملنا كده ولا حصل ايه في الشويه اللي فاتوا دول. وانت يا مصطفى احساسك ايه؟ دي حاجه انا كان نفسي اعملها بقالي كتير جدا طبعا. بعد واحنا لحظه النطه دي كانت لحظه صدمه، الموضوع عدى في ثانيه. بعد افكر في الموضوع دلوقتي، هو الموضوع يعني من احسن اللحظات اللي مرت عليا. قبل ما نكمل كلامنا خلونا نسمع الفويس نوت اللي انتوا سجلتوها. حاضر. انا طبعا مبسوط ان ياسمين ومصطفى معايا، بس المره دي احنا الثلاثه. انا مبسوط جدا من حيث المبدا، ما عنديش يعني درجه من الخوف، بس ما اعرفش شعوري هناك ايه بصراحه يعني. وبعدين ركوب الطياره حاجه، ولما هبقى فوق وهننزل برضه مش عارف اوصف الموضوع، بس فرحان جدا ان هقوم بالمغامره ديت، وان احنا بنقول للشباب يلا يعني. احنا بنعمل يلا كامب وبنعمل كامبات ونشجع الشباب المصري. النهارده هنشجعهم على حاجه، بعد ما اخلص بقى هقول الموضوع ايه، مش عارف اقول دلوقتي. على ارض العاصمه الجديده، مدينه اولمبيه عالميه، مفيش افضل من حضرتك تكلمنا عن المشروع العملاق ده. هو بس الاول انا شفت العاصمه الاداريه من فوق، الحي الحكومي، شفت المدينه الرياضيه الثانيه بتاعتنا اللي هي اصبحت مشروع النادي، شفت الايقونه واعلى ارتفاع في افريقيا والابراج اللي موجوده. وبعدين الحاجه العظيمه جدا 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 عشان مجالنا هي مدينه مصر الاولمبيه اللي احنا فيها، حاجه نفتخر بيها جدا جدا جدا. وان احنا سكاي دايفنج من ضمن الحاجات اللي موجوده بتوري مصر وبتوري العالم احنا مصر. ده اللي اقدر اقوله يعني. احنا كده خلصنا اسئلتنا، يا رب تكونوا انبسطتوا النهارده بالمغامره، وطبعا كنا مبسوطين جدا جدا ان انتوا كنتوا معانا. لا بس قبل ما تمشي لازم نقول سكاي دايفنج متشكرين، ده كلام. لا احنا وين كمان نتعاون ونعمم التجربه زي ما بنعمل رحله الشباب مع وزاره النقل اعرف بلدك، زي ما بنعمل دراجتك صحتك ودخلك. ان شاء الله نعمل حاجه هنفكر فيها عشان نتاحها للشباب والاسر الفترات القادمه. يلا بينا بقى دلوقتي سيلفي من المدينه الاولمبيه. هنا نجوم السما في بلدي، ولادها منورين
عشان مستقبل ولادي وبكره انا هبقى